الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وتركنا على مثل البيضاء الليل والنهار فيها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، لا حول ولا قوة إلا بالله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، يحكم ما يشاء، يبسط يده ويقبضها، أشقى وأسعد مختارا، أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، أوحى وأرسل آمرا ونهى، أحل حرم شرعا كامل الحكم، يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لظلمهم، بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد عليه من ربه أزكى وأفضل تسليم وصلاة، أرسله الله تعالى هداية للبشرية فأحيا به البشرية بعد الممات، صلى وسلم عليه ربنا تبارك وتعالى. أيها المسلمون الكرام، إننا اليوم نشهد عيدين من أعياد المسلمين، اجتمع لنا في مثل هذا اليوم كما اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عيدان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: عيد الجمعة وعيد عرفة. وفي مثل هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من أعظم ما شهد تاريخ الصحابة، وفي مجمع يزيد على 200,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه فيما أنزل آخر ما نزل من أحكام القرآن. قال عمر رضي الله عنه فيما نقل ابن كثير وغيره: أتى رجل من اليهود فقال: يا عمر، آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. قال: وما هي؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعرف اليوم الذي أنزلت فيه والساعة التي نزلت فيها. قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة،
وإنها عندنا لعيد. فعرفة عيد، اليوم نحتفل، من كان منا واقفا بعرفة ومن كان منا في الآفاق، فالذين في مشعر عرفة يقفون عند رحاب عرفة شعثا غمرا، أتوا حجاجا إلى بيت الله سبحانه وتعالى، منهم راكب وراجل يفتخر المولى سبحانه وتعالى بهم ويباهي بهم الملائكة: هؤلاء عبادي أتوني شعثا وغبرا. فلا يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار أكثر من يوم عرفة. يباهي بهم ربنا سبحانه وتعالى ويجيب الدعاء. ما من يوم أعظم من أن يستجيب الله تبارك وتعالى فيه الدعاء من يوم عرفة. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذا يوم يستجاب فيه الدعاء، واجتمعت فيه العديد من أسباب إجابة الدعاء، فمنها اليوم يوم عرفة، ومنها ساعة الجمعة، ومنها دعوة الصائم. فلا تكاد دعوة المؤمن تخيب في هذا اليوم، فأكثروا من الدعاء، وأكثروا من الاستغفار، وأكثروا من جوامع الكلم في الدعاء، كقول الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بحجة الوداع لأنه ودع بعدها أصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فنزل عليه الوحي فلم تستطع ناقته القصواء أن تقف به، فبركت من ثقل ما نزل عليها من الوحي. قالت: فأتيته فسجيته ببرد كانت علي، فأنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وانظروا إلى جمال هذه الكلمات وإلى زكاوة هذه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: ما نزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، فما لم يكن قبل نزول هذه الآية دينا فلن يكون اليوم دينا. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة لما رأى الناس قد أحدثوا شيئا من الأعياد الباطلة كأعياد الموالد وغيرها، قال مالك رحمه الله تعالى:
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فيما نقل عن عبد الملك ابن الماجشون تلميذ مالك، قال: قال الإمام مالك: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد اتهم محمداً أنه خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكلما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين فلن يكون من الدين بعدها. والناس أحدثوا ما أحدثوا من الضلالات ومن البدع، خصوصا ما يفضي إلى الإشراك بالله جل وعلا كبدع البناء على القبور وتجصيص القبور وتزيينها بالسرج وبالمنارات وغيرها من البدع التي أدخلت الشرك بالله عز وجل. فقد اشتدت أقوال الأئمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكيرها. روى مسلم في الصحيح من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يجصص، يعملوا له البلاط، أو أن يقعد عليه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وبهذا الحديث أخذ الإمام مالك تحريم البناء على القبور، وقال بهذا أيضا من غير المالكية أيضا من الأحناف، قال به الزيلعي في شرح الكنز، وقال به أيضا من الشافعية ما نقل عن الإمام الشافعي، قال: أكره أن يعظم العبد فيبنى على قبره شيء. وقال بذلك أيضا من الأحناف صاحب المغني. فهؤلاء أئمة الإسلام الأربعة نهوا عن البناء على القبور وعن تجصيصها لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والآن عندنا القبور مبنية ومشيدة وكاتبين عليها مزار الشيخ فلان، قبر الشيخ فلان، قبر الصالح فلان. الناس يطوفوا ويتبركوا ويمشوا يعيدوا عندها يوم بكرة يوم عيد. في ناس بيعيدوا في طيبة ومرحي، وناس بيعيدوا في الشكينيبة. الواحد يخلي أهله وأحبابه ويخلي بلده ويمشي يعيد له في مزار بتاع قبر وفي ضريح بتاع رجل صالح ولا مو صالح ما معروف ذاته. والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم نهى عن مثل هذه الضلالات التي أفضت بالأمة إلى أنواع من الشرك والمنكرات الله تبارك وتعالى بها عليم. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم المبارك أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك في جنات الخلد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تخزنا
في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أهدي ضالنا وارحم ميتنا ورد غائبنا وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.